يا جماعه تاني بناشد اتحاد الكوره، ارجوكم قبل ما تحطوا مواعيد بصوا لمصلحه الانديه، بصوا احنا بنشتغل ازاي. المباراه يوم 27 نوفمبر النهائي، ما ينفعش حضرتك تقفل القود المحلي قبل مباراه نهائيه، ده بيعطل الانديه وخاصه الانديه الاهلي والزمالك. وكمان بعد كده احنا في عندنا في الكونفدراليه، في المقاولين، في بيراميدز كمان عنده هيكون عنده مشكله. فما بنتكلمش على النادي الاهلي، بنتكلم على التخطيط العام. مسؤول اتحاد الكوره ارجوكم انظروا في هذا الامر زي ما اتكلمنا قبل كده في التاجيل من يوم 4، هنتكلم كمان دلوقتي لان ده مصلحه النادي الاهلي. وكمان خلي بالكم ده في مشكله كمان على الانتقالات الشتويه، ده الشتويه كمان هتبقى مصيبه اكبر. لا يعني الازمه كبيره، عدم تخطيط واضح. ويعني انا مش عارفه ايه الفكره في ان انت يعني تجبر الاهلي على التوقيت ده بالشكل ده وحتى اي نادي. فانت النهارده عندك الازمه كبيره زي ما انت قلت.